بسم الله. ربنا جعلنا طيبين في دنيانا وأخرانا، يا من تحب المتطهرين والطيبين، زدنا من هذه الخصال يا رحمن يا غفور يا رحيم. ناخذ ما تهت به هذه الآية، واعلموا الآية الكريمة، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور رحيم. إذن ربي حطك على علم، قال لي من أفضل لك أن تحذر الله، ما تمشيش تتناقض مع ما جاء في هذه الآية الكريمة 235 سورة البقرة، ما تعيدش عنها، كلها خير ليك وللأنثى اللي أنت ناوي تتزوجها بعد عدة. إذا الحذر مطلوب، إذا كان أنت مسلم حقيقي فلا تغضب المولى عليك، ولا تبدأ تبربش حول الحمى، تدور وتدور كيفاش تحايل، يا ودي حمى الله حمى الله، ومن يتعدى حدود الله، هذه زاد كذلك من يتعدى حدود الله قيلت في شأن النساء، يعني ما تتعداش حدود، يعني ما تتعداش عليها بأي سبب كانت، إذا مفضوحة ولا متسترة جارحة ولا لعبة بنفسها ولا هذا معناش في حتى كما تكون صفة المسموح به أبدا. احنا ستريكت في أمورنا مع ربنا، مع أنفسنا، مع نسائنا، مع حتى أعدائنا، مع الناس التمثيل بالعدو والغدر به أو أي شيء ما مش يضر به في حدود حقوقه أبدا. احنا متأدبين أدب، ومع العلم أن الذين اليوم يحاربون أسيادهم اللي في تونس، النهضة غير النهضة، ويحب يسل من النهضة يولي في قمة مجلس النواب، يحبوا يطيروه بحرب سياسية خبيثة لم مقصود بها الإضرار بالإسلام. حطوا في بالكم الإسلام كيف عاد، والله كريم لا يسترجع معناه هديته لتونس. قلنا تونس لم تعش ثورة، بل تمتعت ولكن لم تعلم بحقيقة هذا التمتع، لأن الله رفع ظيما كبيرا كان الكلب بن علي، كان في يد الصهاينة يخدم لصالحهم، وكل ريحة إسلام يحب ينحيها كما أمره أسياده، وأعطاه شوية مال وكذبوا عليه فتات من مال حرام، قالوا قد ما تكون تلميذ نجيب قد ما نزيده في عطايانا. هذا ما وقع فيه الكلب بن علي، الله أعلم بعد تاب ولا ما يتوب. وكلب سيسي مازال ما راش حتى شيء من عواقب خيانته للقسم اللي عمله لسيده محمد مرسي رحمه الله. القسم هذاك مش يقسمك يا كلب، قاعد تتعذب انت تو، ولا لحظة أمان، وما تعرفش منين يطلع لك اللي مش يقتلك أكثر من قتل القاتل السادات اللي كان قبلك. أنت لا تتعذب وأنت أحمق، وأنت صهيوني تحب ولا تكره وتنكر وما تنكر، وربنا وربنا ما تمشيش معنا، حنا نعرف الصادق من لا صادق. نسأل الله أن يعجل لك وأن يرينا آياته فيك يا نذل، يا أهنت إخواننا المسلمين والمسلمات في مصر، والله لما يتيح فيك ما يتيح فيك قسمك اللي خنته على القرآن، سيريك الله ماذا تعني الخيانة وكيف تكون كلفتها لا تقدر على 1% منها. حضرناك وكلب سوريا حضرناه، وكلاب شوف جزيرة الكرب كذلك حضرناهم، حبوا يرجعوا قبل فوات الأوان، حبوا يتم فيهم كلام الرحمن. هذا أنت وبختهم، نسأل الله السلامة على كل حال. أنا قدمنا النصائح وكررناها، ومن حذر فقد أنذر، نسأل الله السلامة.